جون جون على رجاء جون جون. ايه ايه خلاص، ما انا عارفه انه جون جون جون. ايه الحكايه يعني؟ سمعت الزيطه بره والهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. انا عارفه انه جاب زفت جون، لكن ايه ده؟ انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه؟ انا منظفه السجاجيد. اسمك ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ انا داخل سمعت الزيطه بره والهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. الاهلي؟ طب وانا مالي؟ الاهلي يجيب جون وانا يتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد؟ انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظفي البيت وتمسحي البيت بس الزمالك يكسب مره مره، صح؟ يا سلام، يعني انتوا تجيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانضف السجاجيد من اول وجديد؟ انا عارف انك انت من جمعيه سنظل اوفياء والزمالك قادم. ايه ده؟ انا ما اعرفش انهم قادمون بسرعه كده. اما اشوف مين على الباب. ايوه. ها شد حيلك يا رجاء. شد على الله يا علي. سيرباتش لسه بخلص وان شاء الله هنعوض، ويمكن يمكن نكسب. لا مش باين، مش باين ابدا يا علي، الماتش باين من اوله. طب ممكن اخش اتفرج معاكي عشان الولايه الحربايه مراتي دي عماله تغيظ فيا بالصبح بعد ما جه الجون ومخلياني مش عارف اركز. تعال تعال على الاقل يعني ناخد بخاطر بعض. تعال سنديني يا رجاء. سند ايه؟ انا قادره امشي لوحدي. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي معادك هنا؟ وبتعمل ايه في الشقه دي؟ ايه كميه الاستغراب والاندهاش ده؟ واحد قاعد في بيته وانت داخل علي، انت اللي عايز ايه؟ مفيش، انا جاي اقعد مع مراتك شويه بس. لو اعرف انك انت هنا ما كنتش جيت على فكره. معلش يا علي، ما تزعلش نفسك ابدا، الحقيقه هو جه على غفله، ما كنتش عارفه انه هيجي بدري كده. الله الله الله، ده انا بتقرطص علنا كده. الله. لا انا ما بقرطصكش، انت اللي مكبر الموضوع. يعني عايز تقعد مع مراتي لوحدكم وتقول لي مكبر الموضوع؟ ايوه، ما انا وهي زملكاويه يا اخي. يس يس يس، اي جات ات. زملكاوي اقوله كده بس. يلا اقعدوا بقى، اقعدوا، انا قاعد اتفرج عليكم وانتوا بتتقطعوا. علي تحب تشرب ايه؟ يعني بقى لي 40 سنه متجوزك عمرك ما قلت لي تحب تشرب ايه؟ هاتي لي ميه بسكر، ده احسن، حاسس ان روحي بتتسحب. يا مسلي يا مسلي يا مسلي. جول اهلي جاب جول. لا اوف سايد اوف سايد. ايوه ايوه اوف سايد. ايوه ايوه الحكم ده قابض. جول جول اهو. الراجل ده قابض. عشان نشوف الجمهور عامل ازاي. نفسي نكسب مره. ابقى قابلني وساعتها هتشوف الوش التاني. يس اهلي اهلي اهلي. ادخلوا ذاكروا وبطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي بدل ما انت عرطور زعلان كده. خليك تفرح شويه. بلاش السفزازه يا سوري، لما الزمالك بيكسب ما بعايركمش على فكره. احنا نفسنا تعيرنا بقالنا 13 سنه متجوزين يا علي، مفيش مره الزمالك كسب فيهم الاهلي. ما انت وليا وش فار. انا فار يا علي؟ ايوه وش فار، من ساعه ما اتجوزتك من 13 سنه والزمالك ما كسبش مره واحده بس. الله يرحم ايامك يا حسام حسن، وعموما سنظل اوفياء. نفس الكلمتين الحمضانيين اللي بتقولوهم بعد ما تخسروا كل ماتش. سنظل اوفياء وقادمونا من الخلف يا شيخ اجري. يلا يا مامي. يلا يا حبيب مامي. من تلت شمال من هز جبال جايين بقى على ست يشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم اديله عمري برضو قليل. جده علي طلع زملكاوي؟ للأسف.
ازاي باباك يوافق يجوزك واحد زمنكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان حيطرشق من جنابه، بس انا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازه ان ما حدش يتكلم مع العيال في الكوره ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. وقبل كتب الكتاب خلى جدكو علي يحلف على مصحف انه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. استاذ جميل مش هسيبك، عايز حلاوه الفوز. يا سامح يا سامح، ما هو لو كل مره الاهل يكسب فيها حد للناس حلاوه فوز، يوه ده انا كان زمان فلست من زمان. ليه وحضرتك فاتح مصنع حلاوه؟ حلاوه فوز مصنع حلاوه؟ ايه خفه الدم اللي انت فيها دي؟ طب والنعمه ببقى مبسوط طول ما انت مبسوط يا استاذ جميل. يا ابني تكسفني. بص عموما الاهل طول عمره مفرحنا. هو بصراحه مفرحنا كلنا طبعا. استاذ جميل عايز اقول لك حاجه. ايه؟ انا كاتب شعر وعايز انزله صفحه الرياضه. شعر في ايه؟ شعر في الاهلي. تتكلم بجد؟ ايوه. انت بتكتب شعر؟ سمعنا. فريق كبير فريق عظيم ادي له عمري وبرده قليل. ايه انت اللي مقلب ده يا سامح؟ او النعمه وبتحلف بالنعمه؟ طب خلاص خلاص يا استاذ جميل. هنألفه فريق كبير فريق عظيم ده معروف. سامح اتكلم. والله يا كاميليا انا كنت حاطه ايدي على قلبي، كنت خايفه مرعوبه حسين ما يرضاش ينزلك الشغل تاني. يا اختي يا انجي، يا اختي يا اختي يا اختي، ده رجع امبارح والعفاريت بتتنطط في وشه. يا سلام، كل ده ليه؟ عشان نزلتي معايا حيالله مأموريه؟ لا طبعا، كل ده علشان الزمالك خسر من الاهلي. لو النبي ايه ده زي البيت بتاعي بقى. لا 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 لا، مفيش ابدا حد زي حسين. ده الا حسين، لو الزمالك خسر يا نهار ابيض على اللي بيحصل. ده امبارح واحد جارنا حبيبنا اهلاوي عادي قال له هارد لك، لبسه قضيه شطب. ده مجنون بقى. انا اصلا لا بقبل الكوره ولا بحب الكوره ولا عايزه الكوره، وكرهت الكوره لما اتجوزت حسين. انتوا برضه قاعدين برضه تتكلموا عن الكوره عن الكوره، صدقوا انا ما بفهمهاش الكوره دي ولا اعرف حاجه فيها خالص. انت مين سالك اصلا؟ اصل استاذ جميل قايل اكتب مقاله عن الماتش وانا ما شفتوش اصلا. يا سلام، ما تشوف يا اخويا في الاعاده. ما انا لو شفت الاعاده مش هفهم برضه، انا عارف نفسي. في يا سامح ما تفهمش ايه؟ هو فيلم هندي؟ دي كوره يا حبيبي، ماتش 1 2 3 هوبا جون. انا مش فاهمه انت جايبه على عفش ولا ايه؟ لا جاي في تاكسي يا انجي، انا اكتب عن اي حاجه الا الكوره. خلاص ما تعرفناش يا سامح، وافقت تتهبب ليه وتكتب في الكوره لما انت ما بتعرفش تتنيل وتكتب في الكوره؟ الله. ايوه خلاص بقى. اقصى عليك يا كاميليا، الجلاديم طلعت. خلاص يا سامح، ما تزعلش يا سامح، اكتب في السلة يا سامح، او الكرة الطايرة يا سامح، او كرة السرعة يا سامح، او كرة اليد يا سامح، او كرة البنج البنج يا سامح، او كرة الفنج فونج يا سامح. فنج فونج ايه وبنج بونج ايه؟ انتوا بتشعطوني لبعض ولا ايه؟ بقول لكم استاذ جميل قال لي اكتب في الصفحة الرياضية، عامل لي اختبار، فاكرني اهلاوي زيه، ارجوكم ساعدوني، ساعدوني اعمل ايه؟ ساعدوني اعمل ايه في ايه؟ اساعدوني ازاي؟ يعني انت ينفع تبقى ما تفهمش اي حاجة في الكورة وعايز تمسك الصفحة الرياضية؟ امال امسك ايه؟ انت بتزعق فيا يا سامح؟ انت اخرك تمسك ديلك في سنانك وتقوم من قدامي دلوقتي، فاهم؟ انت اتحولتوا ولا ايه؟ انجي انجي. والله انا كنت شايفه انه كان ممكن يمسك العاب القوه. صح، ممكن يمسك الرمح ولا القرص ولا البرص ولا الجله ولا القله. يا سامح، جماهير تستحق الثناء والتقدير، جماهير الزمالك. لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير،
وارجع تاني اقول مجلس اداره بخاري وخماسي بخاري وخماسي. مش قادر اصدق الشوط التاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبعد ذلك برضه بتكسبوا ازاي مش عارف. بيكسبوا بالتحدي. لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه. لا احنا عملنا سحر ولعبناكم سحر لساحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرغوا هيقعدوا يرغوا. 20 ثانيه احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصلي رحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان، في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. الزملكاويه البيضاء، الزمالك بطل كاس. يوه حرام 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 لعب زهر. زملكاوي 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 زملكاوي. ايه الاحداث ده؟ كأنكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله الله. عادي عادي يا حبيبتي عادي، الاهلي قادم. هو احنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا؟ ولسه في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زملكاوي زملكاوي يا حته مني زملكاوي عمري. اقعد بلاش حركات العيال بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنتوا بتكسبوا. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انت فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكو؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده. يا نحس نحس. انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه؟ ما تطلقني. اه لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. اه بقى روح جوزها ايفون. طلقها طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. طلقتني طلقتني يا علي.